أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أيث مثلا ذوقين إذ الدرس أنقروا ذي الدروس من فقه الأسرة. فقه الأسرة أما كنت لنا أيث مثلا ذي الشهور نعدان ذيون الموضوع إن حواج أكن من لا مرة ذي ثذر ثناغ ذي ثوشول ثناغ ذي الدوني ثناغ نحواج باش نسعوا الفقه خطر مدينة ربي دقواليس مدينة نبي صلى الله عليه وسلم دقواليس من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. الفقه في الدين إلى قذيلي شامل أذيلي ذوني النكمالا وثمسة تقي يعني ثوشوت نغي يعني الأسرة ذي الموضوع المهم موضوع خطير إلى قمذان أذي سعو فلاس ثموسني أدي جف ذي الروج الكنزي قلان قوال ربي ذي شرع الإسلام باش أذي ذوين لهلاشة إتعيش ثواشولت أما ثتزايريث أما ثواشولت ثين سلمث مرة لنا دايث مثلا الحلقة يا قيتان جاروث أدنا هضر شوية في الأسرة ثين سلمث في الأسرة ثتزايريث أكذو هورن إتتقافلن يعني العقبات يتتقابلن ساعة تصل لزوبستاكل تصل المشاكل يتتراجون. الدرس بوسا رقم 25 ذنسا إذ الدرس أنقارو المقدمة هذا شاد لي ذيكس أدنفك نظرة حول العالم العالم المعاصر نقطة مزورة ذنين يا إثمثن السا الموندونتي العالم وثي تسيير ذي مقرانا ذي مقرانا ذني ثني قت ديسيدين ذي المصير الشعوب نغذي مصير الأسر. فبالتالي مقارنة أماكن دننت الأرقام والإحصائيات نند 20-80 ثقي نظرية يابانية شو المعنى يس 20% ذي العالم ذي مقارنة ذي وقال يسعنا ذريم الأغنية ماذا 80% الأغلبية الساحقة وكذاكي ذو الضعفاء ذو الفقراء. صافي تصور نظريكي اتصي كبيرا في الناس 20% 80% لي 20% وكذاكي ذي مقارنة ما كدنيغ الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أمريكان الطليان اليابان فرنسا كندا اكو الدولة كيثي مقارنين وكذاكي مثلو 20% بارابور عدد البشرية بارابور يعني إذ خلقيت مرة غير إنسانية مرة لي 20% ذي ماركانتيا جهدا قوان سعى لي موين 80% ذي الفقراء الضعفاء ممزقين سمية سنة كل أسماء والهارة أثن ذي كسم بعد النظرية اليابانية أتص نظريات كفان فلاس من هذه النظريات إن ياك ماشي ذا لا تدول حس عن ترتيب تسلسلي ذني ثنتيك تدبرن في العالم مثلا السبع الكبار ومقارن السبع الكبار السبع دول ثم قرانين على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا إيطاليا كندا اليابان ثم قرانين أجين تسيقذك سمانا سنت ذي علم الاقتصاد سمانا سنت مجلس إدارة اقتصاد العالم ذيون مجلس الإدارة الكونسي يقولون ذيك السبعة يقولون قراني ذني ثني يكتجيريني كل إيكونومي مونديال ذيك فاسنسني قلا من خلال الأدوات يسعان صافي الاقتصاد باسكو مهم حيوي وين يكسب الاقتصاد يكسب المال وقارن ذي المثل وين يكسب المال يكسب القرار من يملك المال يملك القرار ويكسع لا ديسيزيون ذو الفقير ذو الغني عند تبغيضه مي مثال دارث داخل نتا دارث دشرا اي ماركانتيين سعى نوال اي زواليين وسعى نوال اي زواليين قرن مسلمين مكتفين ذو الفقير سمحتي بالك ما كان قرن زيك ذي المثل انك اين تسعيض اي السويض تسعيض اطاس السويض اطاس لا فالورينيش القيمينيش أزاليك على حسابين تسعيض مو تسعيض راه أذرين وكدي صحراء ووال
ستدير مما سيض الرأي سيض العلم سيض الأفكار مادام سيض ذريم وكدي الصحارة ووال أم العفذ النيس عن ذريم على مستوى الأسرة ما كنت النايم الواس أرقص مطوث مثلا مطوث تخدمت أدسكشامي مليون أرقص ذا شمور شمور ثم تثقي زمات ضبر دقخان أكثني أي أرقز ذنكيني ديسك شامل أذرين ذنكارت فن الرأي بخان من يملك المال يملك القرار بون ما يلغف يغاف الدين يغاف انت القيم خطر ما يلغف الدين ربنا ذا الرجال قوامون على النساء ما شين معنى يسمى دم الساعة أذرين ذغات السيطر أتخدم الرئيس دقخان ما كنت تبغى سعى الإيمان تدير نسافرين إما ولاش الإيمان ولاش ترفقا أتخدم الرئيس أكثيني سعي غاذرين ذنكرا يضبرا يأكل الديسيزيون بخام تواشلت ذنك إذفافيس نغيث لاليس على مستوى العالم كيف كيف من يملك المال يملك القرار الدول الكبرى سواشو سيطرنت على العالم سواشو سعنت الهيمنة على العالم من خلال أدوات الأداة ثم زواروث المؤسسات المالية ثقي الزرانث ولكن ذا سمكثي على رأسها البنوك والمؤسسات المالية الكبرى مردين صندوق النقد الدولي لفيمي وثي طفن ماشي ذي الفقراء ذي الأغنياء ما إلا غديني ذي البنك مونديال البنك العالمي يتساكن القروض الدول الشعوب كامل تساكن سنت إذريما مرديني نادي باريس نادي لندن البنوك نغ المؤسسات المالية بشكل عام أرنو ياسنت المؤسسات التجارية خاصة الشركات الكبرى الشركات الكبرى اللي انت على حسب الأرقام ثينقورة 500 شركة كبرى اللي تقريبا 143 شركة أمريكية اللي انت 151 شركة أوروبية الباقي شركات سياسية يعني في قلق الشركة ومقارن الشركة العملاقة الشركة العملاقة تسيطر على 75% من التجارة العالمية 75% التجارة الدولية وتسيرن الشركات الكبرى ومقارن الشركة العملاقة ومقارن الشركة الكونية وهل ترى الثلاث شركات زيري في الماست نغ الشركة المصر نغ الشركة ثونس نغ المروك نغ ليبيا ياك في قلق ياك الفقراء ياك الضعفاء ما كانش لانت الشركات العملاقة الشركات الكبرى أرنويا سنت إلا لم يقارن الاتفاقية القات اتفاقية القات ساعة تصل الجولات ثلا جولة الأورغواي جولة طوكيو جولات ختمت باتفاقية القات من بعد طورت اتفاقية القات ثغال OMC يعني منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية يغال كل شيء سنتراليزي كل شيء ممركز يعني القرارات التجارية الكبرى الاستراتيجية الكبرى عند ضرونت لديسيزيون ثم قرانين ذي OMC الدول الفقيرة إلى قد الشمنت باش تسعون شوية بمكان شوية تسهيلات تسهيلات الجمركية تسهيلات المالية تسهيلات على مستوى الأسواق يعني باش ذفنت لفاسيليتين تسهيلات على جميع المستويات باش تنشط التجارة نسن تجارة الدول الضعيفة أورت شمو يمسي لو يمسي باش تكشمو ماشي باطل الجزائر أشحال يتخدم لي نيغوسياسيون أشحال شهور وشهور وشهور أرسا ما زال تشم نهائيا أرسا وما تشم تسعى لي زافونتاج تسعى لي زين كونفينيون أتصن السلبية تقدران أي ثمثن الشيء يومي السلامان دايلا لكفاسن دول ثم قرانين الأداة في ثلاثة المؤسسات الإعلامية الإعلام يصنع العقول يصنع الأفكار يصنع الثقافات يصنع القيم يوجه المسارات الإعلام أما التلفزيون البارابولا جيتوالي كامل أما الانترنت وقيم قرن الإعلام بشكل عام سواء كان مكتوبا أو مرئيا أو مسموعا أما ذين السمحس نغذين نغران نغذين توالي
أن دلنت كفاسن الفقراء ماشي كفاسن الفقراء كفاسن مقرانا الدولة قيثي مقرانين ذنيث انتغ دي تساكن ذا شون فغان ماشي ذا شون فغان اشتاقي ثوالا مثل مرة ماشي ذاين دنيني اكشم ذي الانترنت تواض العجب والين فضائيات سورتو ساقي كل شيء نيميريكا قي كل شيء تليقي دي اخذ مكا 100 قناة 200 قناة 300 قناة اشحال قنوات دي تاكل الخير قليليث ولكن معظم القنوات اد ساكنت السموم اد ساكنت الافكار يفغان نيثني ويصر ربعا المؤسسات الثقافية يعني عنان المؤسسات يعني الثقافة الثقافة العالمية وساقي في عصر العولمة قرنا خلق الثقافة ثقافة عالمية ماشي ثقافة محلية هذه لا كولتور للجزائر نغ القبائل نغ للشرق نغ للغرب ثقافة عالمية ذن تساثي فغانة تفرضن على مستوى العالم ثقافة جديدة في جميع المجالات الهيئات الدولية الهيئات الدولية ما ردي ظلوني مثلا هيئة الأمم المتحدة أنا وقت صبيرن ذيك الدولة الفقيرة ماشي الدول الفقيرة الدول الكبرى صافية تصدق فاسن نسن كذلك ما ردي مجلس الأمن ويث يطفن ماشي ذك فاسن الفقراء ذك فاسن الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ما ردي باريزومبل منظمة الصحة العالمية ذك فاسن نسن ما ردي منظمة اليونيسكو يعني الثقافة والعلوم ذك فاسن نسن ذك فاسن مقرانين صافي الدول الكبرى سعان الأدوات لمويان ذك فاسن نسن الله سمحيي نتساي قوى يسعى لي موين ديك فاسنيس وغدي خدمة رانا ديني مادام كوين قوى او يهد القرآن نون ذن تارا نطبق او يهد السنة ننفي نون صلى الله عليه وسلم اتنطبق جامي بالعكس بلك يدخل من خدمن ماشي يدخل من يدخل من دي بلون يدخل من الاستراتيجية امشي راه هودن امشي راه دي تروين الدين النظر الله راه ثايث مثل المشكلة مقرت بزاف بزاف فقيوك المقدمة ثوران نروح يوث يوث أولا أد نهضر الأسرة المسلمة في المحيط العالمي ثواشولت ثين سلمت في ظل الظروف قيوم السلام ظروف العالمية المحيط العالمي أول سؤال يطرح أترى ثواشولت ثين سلمت تبعث التأثير الخارجي الجواب لا ثواشول ثين سلمثان داثل لا يوظنت السموم نغ الرياح نغ الآثار من الهيئات العالمية والمؤسسات الثقافية والإعلامية أينكم يسلم يؤثر في الأسرة المسلمة بشكل عام والأسرة الجزائرية بشكل خاص يعني شكاكة دي فلاش نورمال مول معنى واضح خطر بدليل بدليل يخدمن ديوث ذي اليابان يوث الدراسة يعني ان جروب دو ترافاي ان جروب العلماء خدمن دراسة في تأثير تلفزيون تلفزيون واحد لا تلفزيون تلفزيون إن يك ذا شوف النتيجة إن يك تلفزيون يؤثر قرشي مشطح اكثر من الوالدين اكثر توشلت شو المعنى يس غاس من اسخم في كالسي والتيتر الدراسة يجي إنك التلفزيون هي الأم التي تنافس الأم ثغة تيمات تيمات ثم زواروث ما كيتي السناف يعني أميش نغي اللي ربي ثاك انت بغيضة ربي 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 أكنا لي والي التلفزيون تلفزيون بلك 5 دقائق أينك تفني ذا ذهود أتفنو ذا سقواسن عامين تصرف قام الأخلاق غير القرآن رياض الصالحين الحاصل هكا بيان بيان السنة غاية أقشيش نثقشيش تذي والي التلفزيون 5 دي مينوت كل شيء ديتروي كل شيء يهود سي بورسا سمناس الأم التي تنافس الأم وقيت التلفزيون وثورا شحال التلفزيون قلا شحال القنوات قلا شحال القنوات الزمرة دي نكيني ود في شمال بارابول نكيني جا كان الجيريان تي في التلفزيون الجزائر اكل قناه الثانيه ثاقي تفرض المشكله فرق ذا بروبلام ورجليه راه
هذو غنوريو كي تروحوا للجيران. خطر قرنك الممنوع محبوب، رأيت النفس تكره ما لديها وتحب كل ممتنع عليها. حاجة إسرد ممنوع غاتشي نريح من أكثر، هذو غنزيض فنين، هذو غنوريو كي تروحوا للجيران. ما روحنا للجيران ذوالين سله ثني بدون حصانة، أين ديوات يطبق، أين ديوات يطبق ذهورا قران. ما هو الحل؟ أم بعد إن شاء الله الحلول أسنتنسل إن شاء الله ذي النهاية. طيب كذلك الانترنت العنك اسمي القناة يجي مقارنة عفوا الشبكة العالمية يجي العنكبوتية الشبكة العالمية ذا كيف كيف سعلي سيت الانترنت أشحال مواقع تهدون أشحال يقفنون وزمي غرد في الحكم عام، ولكن والله أعلم أكن سو قذي سلان وقذي زران وقذي تهدون أكثر بقذي فنون. بلك وقذي فنون ماشي على روتور أبي بري كان مازال كان طريقة نيثا قديمة. انت نورمال مو ميم لي سيتاكي بين قوسين البديلة إلى قذي انت روتور هذه جذابة خلابة أداتيرينت يعني لي جون باش الوالين ضغرنا اسم حسن ماشي توالي ديكوتيغ تروح ظلي سيتوي راك جبدن الجبدن وليك والجبدن لعقليك والجبدن لي سونتيمويك المشاعر تنفسيتيك اكويناك اكويناك اكوينو اون كرو ماشي اون ديتاي. الور صافي ذكور ذا القران فكي اولا فاش اديني في الاخير باللي اين يضرون ساكيدي الدونيث يسعى التاثير ذكوين عنان الاسره في نسلم. ثانيا هذا المسلي الاسره الجزائريه ومنظومه الاسره المسلمه ومنظومه القيم. سلام يثمن دروس نيع الدار كامل اشرنا كثيرا الى القيم. فاشو ثفنا ثواشولت ثفنا في الدين ثفنا في لي فالور في التصرف في الاخلاق. ما الا ولاش الدين ولاش الاخلاق ثواشولت تروح. ثورا كون يلاقي منظومه القيم صرا فيها اهتزاز ثوثيت الزنزله على عدة مستويات. باختصار ودهدراك في الموضوع بالتفصيل أدفذوغ مثلا موضوع نظام الزواج. الزواج نظام الزواج ذي الدين النغ ذي تصرف قال النغ الزواج يسعى مازال نغلا أما ذي الدين ربي اسمي ميثاق غليظ ربي يفذرد كلمة الميثاق في موضعين سيني مكان أم كان مزوارو في موضع النبوة إمد يهضر ربي في النبوة أمكن ويسير ذي زواج سبحان الله ذا يا ولاش عند النظام غير القرآن الكريم كامل أتفض ربي فذرد كلمة ميثاق في موضعين موضع النبوة موضع الزواج صافي الزواج يسعى مازال ذي الإسلام أدنغال ذي الأعراف ذي التراديسيون يسعى ذا غزال زار كان يقول مراي جواج مراي خضاب هذا سناكم الدم ثافا ميت الفرحان هذا غير الفاتحه ربما ذي الجامعنا ذي الخام اتفذون سي اسم ربي اسي نسبا ربي ذنفي ساعة مازال ساعة مازال هو ثورة القيمة كي تيجي لنا قرنا لا الزواج كي سي با لا بان ديجا الى الكلوناج ما كدير مسلاي ونواس وغنتخمم في الكلوناج بركة ديال ونواس الله اعلم لان سيك العلماء خدم دي زيتود بعد 50 سنة بعد 100 سنة اشيني ثوا شولت ثين سلمت بعد 70 سنة ايماجينيد ام شارثي ثوا شولت ثين سلمت ايماجين ثوا شولت ثيزي وزو بعد 10 سنين ام شارثي شباي ربي وشكرا تسليت لها على حسب الحاله يا بوسا اتسليت خسر اكثر ثورا سكايث مثلا الزواج يغال ورسعار القيمة يمزيش ثورم ذي البارابول بعض الدول عندهم يخدمون الزواج العرفي. الزواج العرفي ماشي بكل الجزائر إلا قصر بلا الفرق ذا القران نكون ذي الجزائر الزواج العرفي لها أخذ من الزواج إذا دارت على حسب لي تراديسيون نورمال حضر تواشولت يحضر كلش العق اللي أنت الأركان الشروط كل شيء إلا أندني ظنا لا انا هضرت واش تي نسلم لي تيديو اك لي تيديونت اك نراكش من لا بروميير سومين نخدم العقد العقد يتورقت ورقت
أقشيش تقشيش تحضر دوز تيديون سين المدوكاليس بلي يجوجن أجوجن أسعون دريا نورمال وقيم يقارن الزواج العرفي ما رسل الزواج العرفي عند النظام مثلا دي مصر ما شام نكوني نو نكوني لاباس ما زالت ديوض الخسارة ثم قرانت ما زالت الزواج من عند النظام تواغيف القانون السنينيك الزواج العرفي ممنوع نكون الزواج العرفي مقبول الارتيكل 21 لا لوا 94 11 يجوز بعد 10 سنين واحد الله جوستيس هذاك اكسجن عقدي باسكو العقد النغي صحة يفنغ في الشرع ولكن الافكار كي يظران دينا دون تغورنا وفعيد انت لا الا انت في امريكان الا انت في طليان الا انت في كل مكان باسكو زواج يغال زواج المتعه اسخدم لا بيريود زواج بوكور ادخل من العقدي وكور الجوجني وقوري شهرين سمحتي لا حيا في العلم الله غالب اذا قدري في تسكني في الله انو غير شيء النظام خدمنا مقارن الزواج يري رجاز غير ثلاوي ارجاز هذه جوج دو رجاز نرثم طوثة جوج تم الطوث الامراقي ذلا حرام غور النغ زرم ميد نهضر لا ديفينيسيو عقد الزواج لاك دو ماريا شو دلنا هو عقد الزواج يكون بين رجل وامرأة ارجاز تم الطوث نيثنش قرنا لا لاك دو مارياج يزمر هذه اللي يرو رجاز دو رجاز حاشاكم حاشا قدركم نغير ثم طوث ثم الطوث هاثا ندا قسين يرجازن سلافو تونسنس كلش هاثني وكي ظهرت الدنمارك في بلدية كوبنهاغن في الدنمارك ارجاز كل رجاز يوجن داخل الإنجليز داخل الإنجليز وذي ماريكا نسامي عدان خدم اللي عقد 90 قرقازن اكو يرقازن حاشاكم حاشا قدركم ذلاج فيك ضرون إذا ما تضع ونكوني خاطينا ونكوني ألا الشر ما يفقد ورسالة في لسان ورسالة لليميت ألو رأي ثمثن ثقافة قلت أشديت فش ما غد فش مد بعض الدول المسلمة أدرنو حاجة النظام إلا لو قد خدم نزو أوبيراسيون ذي رقازن باش يدو غان تسيلاوين ذا غد أحيا في العلم إلا ذي رقاز ثو غارث رقزان ورسا على زال ادخل وانا ادخل من لوبيراسيون عمليه باش هذه غات تمطوط العجب ذم قران وكي ماشي الكفار من بعض المسلمين بعض المسلمين يسعى عقد مريض عند مرض زراره لا لوكاد يروح عند خساره كي على الاقل خذ من دي تونتاتيف لا لوكاد يربيض نار غير النهايه ولكن لوكاد يخدم محاولات ادنو غير سي النظام نقطه ثانيه واحد ثاني ناد الاسره ومنظومه القيم ويسين الامومه ثيمات ثيمات غورنا ساعة غزال مي ثقافه كي تجد تغلو ساعة غزال تغلو ساعة غزال تغلو تيمات وتخمي مرا في الدريا خذ من ديرنيرمون لي سوسيولوج ذي كندا ذي بريطانيا ذي امريكا ذي ايطاليا اسقسين تلاوين ثم طوثي جوجن ما تبغات تصور دريكتي جامي اتجوج كان وخلاص هذا ما كان إنا يكن أنت ربما قال سنة 20-30 أتفضل سنة 3 يكفغان دريا وفغين تالا دريا فين يفغان دريا كثيني أبري ديزون بعد 10 سنوات باش نسعو دريا ثلاوت دراسة سمحتي كان باش نفتغ الإحصائية كان إنا يكتاكي خدمت دي اليابان دي اليابان إنا يتخمي من بعد 50 سنة إنا يكتغال اليابان أتنقص الغشي الساعة أكثر من 80% الغشي تسعة الساعة أديوغ المارشارية ذي بريطانيا إنك ذي 35 أتف تجوري يوث ترفض الإنجاب أكثر جوجة بلا دريا أتف الثلاثة فغانت الدريا ولكن بعد 15 نغ 17 سنة رجدات نغ أحسنهن بعد 10 سنوات يغال المهم للدراسات في أوروبا دراسات كثيرة يوصل تلمي الى غايه 3000 لون 3000 ماشي 2005 2010 اسكو 3000 الور في كاند لي ريزولتا لا عجبايا ثمثم مي من كون يا سان توالي ادنو غا تولا غا فواشو تين سلمت لا لا ساقي لي جوني جوجن ثم طوثي سا سنين ورفي غير الدريا غالبا بعد 7 سنين اسا دي الجزائر ماشي دي برا دي الجزائر الور سمحت لي سيليباتي راه أكنات جوج ضاك ثيني كيني جوج غيري صح ولكن خدم العقد
ولا شد الدريا ابري 7 سنين ان شاء الله انسوا الدريا شيني سي لا بريسيون امار بابك ديما كيقارن من بعد توراه اش ينفرو يا سمو سار الدريا تمطو ثقي عقر اود ثايض يا ناس هكا انا الا ويوني وثنا كذوني توثني قزران زرم تقصي طاقي ويني وثن اكذوني توثني قزران اش تفهم ضيف فاك ديما كاستخدم اجي اسين ضا بابا ماما ان كيني وسار الدريا باسكو الا ان كونترا اكذ مدام مشكله مشكلة كبيرة موضوع الأمومة خذ من ذا يوثم دراسة سوسيولوجية في فرنسا في لوين نتاوين حاشكم حاجة قدركم يقجان يقجان أتاوي ذا طوموبيل لا بروميير بلاس مير كيف دلعب ذا ذي وغال رذفير دوزيام بلاس أقجون رزداف ألور أنت سقسين أمشي أشو تفغي ذا قشيش نا ذا قجون لن تقاد دي ريبوندير سقامت ذا قجون أي فاقشيش أقجون مثويغ خير في دال يقرز يتغوال وكذا ما يقشيش ذي الالتزامات مقرث وكذا ستادر موضوع الأمومة ثرز لا فالور يقول الأمومة ثرز إذن موضوع الطفولة الطفولة ذا كيف كيف ذا لي فالور الطفولة ذا تصي قرزن أساقي تواليم لانتو مقارن وقاذي زنزون دريا لا ثاقي ثاقي في شمدمي من الجزائر سكر ذا الدريا وقاذي زنوزون الدريا زنوزون الدريا ميم ذي الزاير ماشي كان دي ماريكان هذه فرنسا ميم ذي الزايرنا أنت الأدلة ذاكي هل تريد أن تشتري طفلا ما تفغي ذا تغذى قشيش يرى تخثير لا كله يرى تخثير كلش شغالي بيس دي تاشي كل شيء يغالي تنوزو أدنو غالسين نظم الأولاد غير الشرعيين الدريا يقول سهل الوالدين ذلاجف ماشي كان دي ماريكان لانت الاحصائيات ذلاجف الا وان دا مثلا دي السويد في وضع بسكوسني عدان اكثر من 40% وكذاكي اولاد غير شرعيين وساينا للوالدين لانت بعض الدراسات اللي وضع من 50% يعني ذا يشبه الكذب اساكي ميم ذي ثواشولت في نسلم في الاسر المسلمه فغند الدريا ونسال الوالدين اولاد غير شرعيين يعني أكرمكم الله أولاد الزنا أولاد الفاحشة إديوسان فرا إزواج كذلك حاجة أخرى وكذاكين وكالة استئجار الأرحام للمير بورتوز فقلت لها عند النظام سلات ديز أجونس تفدا بداية متواضعة أتف تمطوث أتجوز ورقاز وتفغر ترفض ثافيست أتخدم أن كونترا أكذيوث باش تخدم التلقيح الصناعي إذا عبوطي سنتساث اسمه كراتيد ماشي كان لوكال كيرون وكل السنة كيرون لوكال غلا كيرون لوكال دي لاغروند لاغروند اسمي سري أتخدم التجارة أنا غتخدم نو ثورة السكرة المي مي عباض فهمتو غا تسكرة بوضيس ثورة ثورة غال ماشي هكا ثورة تلان ديزاجونس أتلاقي ساعي وثيقة اسمي وكالة استئجار استئجار الأرحام ذ لاجونس ما تفغضات الشروط في لوين راه يرفذن فهذه استرواح اتختار في لسان 40 سنه ولا 35 سنه نغ كذا اما في جوجن ولا جوجاران ذلا عجب فبالتالي اكل مورا قزر انت دني ظن ورفعي انت راه في اللانغ هذا ادنو غال المؤتمرات العالميه لي كونغريكي خدمن على مستوى العالم وكذاكين تسوينا غد لي فالور في جديدين يغي تهدون لي فالور النظر أدفتر الأمثلة سمحتي خذ من دو كاتيغوري لي كونغري لي كونغري دو كاتيغوري ثم زوارو قرنس مؤتمرات السكان والتنمية أين يعني أن ينزدغن السكان أكد التنمية الديفلوبمون الفلسفة نسنتفنا في الفلسفة المادية دي قرن ولا قرن سعود دريان أطاس خطر باش نعيش آلز نعيش آلز من سعى الدريا غطاش تواغي ثول زميرا راه نسيلي راه بخير ميم الكرة الأرضية والزميرة سرف بزاف ألور إلاق ما يسمى بتنظيم النسل نغ بتحديد النسل طبعا الموضوع كي طويل معقد بزاف دفتا كان بعض الأمثلة ثغل الأمم المتحدة لونو إذا نظركني قبل حين خذ ما اسم مؤتمرات اسمها اسم مؤتمرات السكان والتنمية
المؤتمر مزوارو إضرار في مدينة بوخارست في 1974 وقيد المؤتمر مزوارو ينقشن دي لوردر دي جورة شو خدمن مشكلة تزايد السكان دي 74 قرن سيطرو بزاف الغاشي جوجنا تساوي الدريه غطاس سيطرو الو خدمن داكي الضواء الحمراء من بعد والموضوع كي ساعة علاقة بالأسرة كي ساعة علاقة بالمرأة المؤتمر بلا ما فكر تفاصيل المؤتمر ويسين إضرار في المكسيك 1984 شفوث كان صافيم كل 10 سنين فينا ناخذ من لوردر دي جور نسن وناخذ من لا استراتيجي نسن في اطار السكان والتنميه وفينا دفغنت قوانين دفغنت توصيات دفغنت قرارات للتطبيق عن طريق الهيئات الكبرى او الهيئات العالميه النافذه وقدر المكسيك المؤتمر الثاني في 1984 المؤتمر وسلاثة إضرار في القاهرة في 1994 يعني أبري 10 سنين وقين أثاي وقتي ذاقي الخلاصة ذاقي أش حالك حضران حضرت يعني إضرار إكزاكت ذي سي خمسة المي 13 يعني سبع أيام يقطف سي خمسة المي 13 سبتمبر 1994 في القاهرة مؤتمر السكان والتنمية حضرت 160 دولة 160 دولة حضرت 1200 منظمة غير حكومية ذي ناخذ من العجب يوضنا المسقرنا كرمكم الله الحرية الجنسية ثاقشيش 13 ويم ثفغا بلا زواج بلا لاقد بلا ما شوري مولا والو الى كي لقادين التشريع لي كود بينال دي قارنا انتيردي الى قال توكسن حتى في الدول الاوروبا قوانين العقوبات اكتحارفن سورتو جريمه الاغتصاب ما الى بالسيف ما الى سردا با بروبليم غورسن يغال بيم يثمور ان نكوني في الجزائر ذي الكود بينال النغ الزنا وريس عارا والو نورمال مرنا وضي حديث ثلاثة إن شاء الله ما بنهضر في جريمة الزنا حد الزنا أدن في كل ديتاي أتسلم العجب الكود بينال الجزائر يوظل مني أكرمكم الله ميم ثم طوثيج وجن ميلا الله خانر جازيس تخدم الحرام ذي جازيس فقط إكس عن الحق هذه يخدم لي بروسيدور جوديسيير ما الناس القاضي يسمح غير مطوطي وذاير ما صرا والو ذلا عجب وقيد القانون الجزائر هذا النظام حدث ولا حرج الو راه ثم سالتاكي سقر الشنت ديال الكونغريا كي ظهر في القاهره ثم سالت في السناس هضرنا في لافورتمون الاجهاض الاجهاض اتصل قوانين العقوبات ديال الحرام لافورتمون انتيردي صف ما إلي ساعة سباثة مقرانت أهو ذي نشقرنا لا إلا قد تفد لما كل قوان للوان ون قرنا كذين الأزهر الشريف ممثلا للإسلام الفاتيكان ممثلا للمسيحية أطفنا فوس دقفوس أسقرن سيطرو بزاف استعدنا كثيريسا سبحان الله العظيم أثنتي ذاك التوصيات هذا المؤتمر أنت ذاك ثورا أدنغال مؤتمرات المرأة أين يعني نرثم الطوث تزرم الماسونية العالمية شو تقار أكد الصهيونية العالمية يا ذون الربية قيم قرآن إن ما تفغى ما تهود ما ينتفغام إلا قد خسفم ثم الطوث إنك إلا قد نخذم باش أد نكسف ثم الطوث إنك ما إلا نكسف ثم الطوث أتنسخذم يكود نحقق كل زوبجيكتيف النظ إنك ويومها يدمر جيش المنتصر للدين إنك ثمطوث مثل كيغ دفوسيس ذاين كل شيء لك فاسم غم بعد يسأل خذ من ناس المؤتمرات انتمطوث المؤتمر مزوارو يضران 1975 وليث كان مؤتمر السكان 1974 أبري يوناني خذ من المؤتمر مزوارو انتمطوث 1975 أندا ذي المكسيك
دينا واش ديال المؤتمر هكي رفض الشعار لو سلوغون ام قران انك المراه دو بوين المساواه ليغاليتي ام بعد التنميه ديفلوبمون ام بعد السلم لا بي يسمون قرزن المساواه والتنميه والسلم نكون في الجزائر في الجزائر تباحنت 1999 الى مؤتمر عالمي ذي الاوراسي تحت عنوان السلم والديمقراطيه السلم والديمقراطيه خدم ذا مؤتمر المراه والسلم والديمقراطيه يعني كل اسم الديمقراطيه السلم المراه من بعد سوفغد ذا شو تفغير الور من بعد في بعد 4 سنين في 1979 ابري 5 سنوات ابري 4 سنين ذا شو خدمن خدمن لا كونفونسيون ثم قرات اسمس اتفاقية المساواة يرو الركازة كتمطوط ثورة هسا ياكل جمعيات معظم الجمعيات النسوية أدقارنت إلى كنطبق ذا شو ديوسان ذي لا كونفونسيون 1979 تحت الرعاية نتاع الأمم المتحدة من المواد ديوسان ذي الاتفاقية كي ثناك الاعتراف إلى قد استعرفهم بلي امر قازم ثمطوط ذيم كل شيء زيد ينكي لقى تكسم القوانين ونك يخول في المساواة اكوذ لاويذ نون الى اخره في 1980 يظهر المؤتمر ويسين اندا في مدينة كوبنهاجن بذي الدنمارك بلا ما فكر دي ديطاي في 1985 المؤتمر ويسلاثا في نيروبي بكينيا ذي نقدرة 1995 بعد 10 سنين المؤتمر ويس 4 إذرا ذي بكين 1994 في القاهرة مؤتمر السكان والتنمية أبري إين أني سوف عند مؤتمر وايض اسمه مؤتمر بكين ذي عاصمة الصين 1995 أم بعد 5 سنين ذي مدينة نيويورك ذي ماريكان في 2000 عام 2000 خذ من مؤتمر المرأة ويس 5 ألور وليثي ثمثن يوكل مؤتمر تقيضرون ماشي باطل السعى الأهداف ثم قراني دائما في منظومة القيم ذا شو القوانين يغدي يفغن يغدي يفغن يكتأثرا يوكس الثقافة العالمية نغس المؤتمرات العالمية توصيات والقرارات الدولية السفر ناغد هيو القانون فغانة ثرن ذا قيغور النغة المروك أكوذ الجزائر أكوذ تونس أكوذ ليبيا هذا القانون اللي فغانا غي تخدمه القانون هاكي إلا قاس تسلمه ذا شو ديقا إنا ياك فرق لاغ لاباس لاباس دوني تقدم ماشي مزيك ثورا سوتو تونس تونس دغا كرزن سوا سوا إنا ياك لابوليغامي ممنوع حرام أوين راي جوج نظام طوثي سناث هذيك شمل الحبس يرنا ذي خلص الغرامة غورنا لا بوليغامي جايزة يا خاكا طبعا كود جا يوث ولاش زعما يوث ولاش مي ماشي تاك الخسارة ماشي تسا زران بلي كل المشكلة نغ ماشي لا بوليغامي مشكلة نغ زواج لي جون اشحال زايري ساعة لي سيليباتير لي سيليباتير جاو فيه انا راهي ثماثن في تونس هناك لا بوليغامي ممنوعة ثاكي بوينتين سي الكود سيفيل فرونسي خطر في القانون المدني في فرنسا إنك وين راي جوج تمطوط في السناف هذيك شمل الحبس يرنا ثلاث غرامة في تونس ناس نكون مسلمين مكتفين ألور ثورا قارنوا ناس نكون خدميو القانون أي تطبقوك في الدول المغاربية نكوني ناش الارتيكل طراز أشو دينا تعدد الزوجات ممنوع كلارينات زيد أشو دينا من فغانا ذو هو الدلاء يعني القرآن ذا وما زرال باللي ومن طوال فتحنا افري ذي الحرام هذه فتحنا افري ذي الحرام باش هذه سعوي ونثم طوث ذي الحرام مقبول ما في الحلال لا الارتيكل 14 شو ديننا يمنع الزواج كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية قائمة ذا كونفيرمي كونفيرمي ممنوعات صارون تمطوطي السناد ام بعد الارتيكل 15 شفو ذا سمليح يمنع على المرأة التزوج قبل انقضاء اجل العدة ثقيث قرز إلى قلمة كفى العدة لا بيريود العدة ولكن إذا شوت
وهي 3 أشهر طروام وكان بداية من إنحال الزواج بوفاة أو بطلاق. لشو المعنى؟ العدة كل سلياس دي الشرع ما إلا ثم طوثير يموت ورقازيس أشهر ثقين باش تعود في الزواج 4 شهور وكل 10 أيام ضرب دينك يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 ولكن 2 أشقرنا لا أتنر كيف كيف ترواموا ترواموا. ليش الهدف نسم؟ الهدف نسم باش أضرزن لا ياقي أغس بعدن في الدين زيد ذا شو دلنا الارتيكل ساز إنايا نكوني كواشين هل يجوز يو تمتطين سنثة تغيون ذا يهودي أن جويف نغا أن كراتيا أدين حرام أشقر نثنية لا سلثة المادة 16 لا يعد اختلاف الأديان مانعا للزواج ما يسد ميس شارو هذا والربي أذي خضبي والثلثة جزائري تين سلمث على حسب القانونية يجوز يجوز نورمال إن أخي اختلاف الدين أقلق في عصر العولمة ودقم ترف لي سياقي إن سلام الكراتيا إن أخي هذا الفغا أن فنو ثواشولت مونديال كيف كيف ولا شي لي سياقي إن سلام كراتيا يهودي كيف كيف تقودنا قيم عالمية إلى قان ديفلوبي العقل ناقص انتجرة متحجر أي مثلا القانا قسمي ديفا بيان سوير ماشي كل غاشي زرانت يعني حرب كبيرة لا نثني في الحمد لله ناس والله ما يطبق القانون ناقي هذه يظهروا شيء يظهرون والله ما يطبقيه هذا ما زالت الكاغض هذا ما زالت وصوت بقرة مما لسه ما زال المحاولات أما ذي الزاير أما ذي ثولس أما ذي المروك دير أما ذي الزاير لقو السنقي نتايشي إلى آخر إلى آخره. ثالثا وأخيرا حماية الأسرة المسلمة ثورة ولي سنم سنقي خني ثروي أي ثماثن إن شاء الله ثروي يارا ثورة مشى ثواشو الثين سنم أمشى رثقافل لزوبستاك لقى مشى ثقافل الشرورة قد يتسلم من كل مكان لان 3 شروط ثم قرانين الشرطة مزوارو إلى قان فهم الإسلام سترسم أن فهم الإسلام يرنا نسعو الثقة ذقوين نفهم يرنا نسوفغ الكنوز إقلان ذي الإسلام تكور بلا ما فكا ذي دتاي وقي الشرطة مزوارو أن بعدين تسعوض العزة إليه ولله العزة ولرسول المؤمنين أساقين سعلي زالجيريا جو جندي ماريكان الحمد لله ثم طوتي ساتين سلم ثم يبويت سيغا مذينا عاشن ذي الإسلام فظلي رمضان بيان وقالك سعن العزة سعن اليقين في الدين سن فغادي نغيث مثلا إلى قنسعو أن فهم الإسلام النظ ونسعو الثقة ذيس وقي دوام زوارو دوام وسين ذا شوث إدراك التحديات إلى قنزر لزوب ستارك يوم الإسلام إلى قنزر مش نقيم خاطينا 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 يكو قور إقلاق يخدمنا ساقيم قرانا إلى قثني السين وين يسن الهلك أذي بعد في الناس وين يسن الشر أذي بعد في الناس دوام الثلاثة ذا شوث تقديم البدائل الشرعية العلمية النافعة إلى قد نستخدم لا سيونس أد نسفغ البدائل أد نسفغ المؤسسات ماشي ذا ولك الوعظ والإرشاد ما يكفيش أخدم الدرس لكن تفغيض أخدم الكونفيرونس لكن تفغيض من قد وسائل عن طريق الإعلام عن طريق الإنترنت عن طريق المؤسسات الثقافية المؤسسات الفكرية المؤسسات الاجتماعية الوقائية والعلاجية الوقاية تخرج من العلاج أد نسفغ يعني الميثود أمشارا ذوي من نغ أمش ونهل شعرا تقول الوقاية ذا ما نهلش إلى قد نسفغ المؤسسات أري ذوي لهلكة سعى أما على مستوى المرأة على مستوى الأسرة على مستوى الطفولة على مستوى المجتمع برمته ألور ميل البضر مستوى إن شاء الله ما يرضى ربي سبحانه أدنيني وضع المستوى باش أنعيش الدين النغ ونقدم البديل وسنني البشرية مرة البشرية تعيش ذي طلام تعيش ذي المحنة ذي المزيدرية ألم دغال رثيلي من الدين الإسلام أكن دين ربي ذقوا وليس القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين.